بعض الحالات التحكيميه في مباراه كاظمه والشباب. صباحك الله بالخير يا ابو حمود. صبحكم الله بالخير جميعا. حياك الله ابو حمود. بناخذ الراي التحكيمي الخاص فيك حول بعض الحالات التحكيميه، ونبدا باول حاله تحكيميه في هذه المباراه، في هذه اللقطه. رايك بقرار الحكم؟ هل كان يستحق كرت اصفر؟ هل كان يستحق قرار اداري؟ نعم، فاول صحيح، لكن يحتاج قرار اداري. كرت اصفر تهور استخدام اليد على الوجه. لازم اصفر؟ اي نعم، اليد على الوجه هذا لو اي. بس طبعا الحكم ما اعطى شيء. لا ما اعطى. انت شو تقول ابو عبد الله؟ والله اتفق مع الحكم، والله اصفر. ما يستحق. لا فاول. لا فاول عادي. ابو خالد طبيعي. لا احتكاك عادي. الشباب اختلفوا معك يا ابو حمود، ويبقى هذا رايك. نروح الحاله التحكيميه الثانيه ابو حمود. هل هناك ركله جزاء في هذه اللقطه؟ استمراريه لعب، احتكاك طبيعي جدا. ابو عبد الوهاب احتكاك طبيعي. صحيح، احتكاك طبيعي. ابو خالد مع جعفر. طيب، هني الشباب كلهم اتفقوا معاك في هذه الحاله. نروح حق الحاله التحكيميه الثالثه. هل هناك ايضا مخالفه وتستاهل قرار اداري كرت اصفر؟ هني ايضا ترى ما اعطى كرت. نعم، يستحق كرت. هني كرت اصفر. هني يستحق كرت اصفر. ابو لهيب اي كرت اصفر يستحق. ابو خالد ما يستحق. ضرب على الوجه. على الوجه ما يستحق. طيب، هني يعني الاغلبيه معاك يا ابو متعود تكوع. لما تطمر فوق متعود تكوع. ما قاعد يكوع ايده. نروح الحاله الرابعه. هذه الحاله التحكيميه الرابعه. اعطاها هني عطى مبدا اتاحه الفرصه بس ما اعطاه انذار. اي نعم، هذه لقطه من مركبه. نعم، عطى بشكل ممتاز جدا، عطى مبدا اتاحه الفرصه بدل لا يحسب الفاول بوسط الملعب. لا، وصلت للركنيه. لكن يحتاج الى قرار اداري كرت اصفر، للاسف ما اعطى كرت اصفر. ترى الفار قال له، ترى كان قاعد يكلم الفار على الحاله هذه. انه شنو؟ على الكرت اصفر يمكن، او الفاول عادي. لا هي اصفر. تل الفنيله واضحه. يعني لو تشوف الكلمه على هذه يعني ما واضحه هذه واضحه. او يمكن يذكره، يعني يبي يذكره. ممكن. بس اللي يحسب له اتاحه الفرصه. اتاحه الفرصه كانت جيده فعلا، لكن ترى الاداري لابد منه كرت اصفر. ابو عبد الوهاب كرت اصفر. اصفر. ابو لهيب كرت اصفر. كرت اصفر. ابو خالد مع كابتن جعفر. اوكي، نروح الحاله الاخيره ابو حمود. هذه ايضا رجع فيها للفار حكم اللقاء ولم يحتسب شيء. هل هناك ركله جزاء؟ انا اتفق مع الحكم، لا وجود ركله جزاء، احتكاك طبيعي كذلك. اللاعب تاخذ الكره ما راح توصل له، قال خليني اجرب وممكن يحط البلنتي. لا ابدا، ما في اي ركله جزاء. زين، اللي وراه، شوف اللاعب اللي وراه ابو حمود. جيمس. مو اللاعب اللي قدام اللي طاح وراه. صح، شوفه اللي وراه. نعم اللي وراه هو الحادثه اللي وراه. لا ابدا، احتكاك طبيعي، ركله فاول. يعني لا على الاولى ولا الثانيه في شيء. لا ما تنتقل الى ركله جزاء. ابو عبد الوهاب اعتقد التحايل على الحكم وما فيها شيء في الحالتين، لا اللي قدام ولا حتى اللي ورا. شوف واضح، شوف اللي ورا. انا قاعد اتكلم طبعا، اللي قدام ما في شيء، لكن اللي ورا شوف مبين مو مسحوب اللاعب اللي ورا. يعني حاط ايده اوكي، فيها يعني احتكاك طبيعي هذا. لا تنتقل، لا تنتقل. شوف ابو لهيب اللي ورا، انا اشوف في سحب. في سحب اي، بس انا لا وياه يعني ما يستحق ركله جزاء. انا ما اشوف فيها ركله جزاء، لان في البدايه جيمس شوف تحايل، وفي حط ايده، وفي تحايل. لا جيمس ما تحايل. تزود. لا جيمس ما تحايل. شوف تحايل. لا زياده فريق. لا ما تنحسب. انا اتفق يعني جيمس من مسكه يطير كذي صعبه. ابو خالد شو تقول؟ لا ما في شيء، ما في شيء عادي كره. ابو حمود، هذه الحالات الخاصه في هالمباراه.